اذكر ايه افتكر عزتني ترنيمات صارت لي فرائضك. اسمع في بيت غربتي، بمعناته يعني ايه؟ ولا غريب، مش برسم نفسي، مش ببكي، بقول يا رب معقوله تنيمنا النومه دي؟ تقعدنا شهر واثنين وثلاثه مفيش استخدام. مين قال لك مفيش استخدام؟ ده الاستخدام لينا دلوقتي اكتر، ده الراحه الروحيه والنفسيه مع ألمنا على الآخرين. لكن لما نكون في الوضع الصحيح اللي مجد الرب، إن لم نكن في هذا ليتنا نبتغي أن نكون في هذا، إن لم نكن في الوضع الصحيح كما يجب حتى الآن في مشيئة الله عاملين مرضاته، فليكن لنا على الأقل بأهمية أقول إرادة ورغبة أن نكون في المكان الصحيح، أي أكون غريب. إبراهيم غريب، داود غريب، الآباء نزلاء، فلازم تكون غريب. عندك إيه تاني في فكرك؟ عايز أروح وطني، عايز أرجع، سلام. بشوف الموضوع ده، الحنان للوطن في اغترابنا من مكان لآخر. أحيانا الأماكن تبقى ممكن أفضل من بيوتنا، لكن تحس برضو غرب. والبلاد قد تكون أعظم من بلادنا، تحس غربة. بتشتاق لبيتك او بتشتاق لبلدك اللي فيها وفيها وفيها ومش بتشتاق لي؟ هل بنشتاق؟ فكر، عندك اشواق. فالغريب ده السفير، ما في خلده، ما في ذهنه، ما في جبعته، ما في حياته، وهو بماشي وبيتحرك، انا غريب. اتنين، مشتاق اوصل للملك. قبل ما اروح لوطن الملك او وطني، انا عايز اشوف الملك. خلينا استعير واقول الملك ببهائي. تشوفوا عليك حبيبي الملك ببهائي. يا سلام.